السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي للقسم الأدبي. النهاردة إن شاء الله هنكون مع بعض في آخر درس من منهج الفصل الدراسي الأول، وهو الفتوحات الإسلامية في العصر العباسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي للقسم الأدبي. أهلا وسهلا بكم في آخر درس من دروس الفصل الدراسي الأول، وهو الفتوحات الإسلامية في عصر الدولة العباسية. طبعا بعد ما اتكلمنا في الحصة اللي فاتت عن الفتوحات اللي تمت في العصر الأموي وشفنا اتساع الدولة الإسلامية في العصر الأموي، هنتحدث اليوم عن الفتوحات بعد سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية. الحقيقة أن الدولة العباسية ورثت ميراثا ضخما، ففكر خلفاء الدولة العباسية في تأسيس بعض الدول المستقلة لمواجهة أعدائهم الذين تنامى دورهم أو زاد دورهم آنذاك، ومن ضمن أعدائهم الأدارسة في المغرب، من ضمن الدول يعني التي قامت الأدارسة في المغرب والزيدية في المشرق، ومنحوهم الحكم الذاتي. يعني الأدارسة في المغرب، الزيدية في المشرق، دي دول قامت كدول مستقلة عن الخلافة العباسية، والخلفاء العباسيين منحوهم الحكم الذاتي مع الولاء التام للخلافة العباسية. العصر العباسي زي ما انتم خدتوا سابقا يعني حتى في المرحلة الإعدادية ان هو بينقسم لقسمين، العصر العباسي الأول والعصر العباسي الثاني، والفارق ما بينهم كان كبير في القوة، حيث كانت الدولة قوية في العصر العباسي الأول، ولذلك كانت لديهم القدرة على فرض إرادتهم السياسية على تلك الدول. يعني لما قامت الدول المستقلة عن الدول عن الخلافة العباسية كان ده نقول تحت عباءة الدولة العباسية، وكانت لديهم القدرة على فرض إرادتهم السياسية على تلك الدول. بينما في العصر العباسي الثاني، نتيجة لضعف الخلفاء العباسيين، قامت عدة دول مستقلة كان لها دور مهم في الفتوحات باسم الخلافة العباسية أو باسم الدولة العباسية. دي خريطة قدامنا للدولة العباسية في أقصى اتساعها من الشرق للغرب. يعني نقدر نقول أن الدولة العباسية أتمت ما فتحه الأمويين وحافظت عليه، واتسعت شرقا، وأتموا فتح بلاد ما وراء النهر اللي قدامنا دي كده، النهر ده اللي هو نهر اسمه نهر سيحون، وأتموا أيضا فتوحاتهم في بلاد المغرب الأقصى، حتى بلاد المغرب الأقصى. لكن لو انتوا لاحظتوا كده ظلت بلاد الأندلس إمارة أموية ولم تخضع لحكم العباسيين. لكن نبص كده مع بعض نلاقي في البحر المتوسط امتدت الفتوحات في جنوب أوروبا وفي عدة جزر في البحر المتوسط، هنشوفهم يعني نبدأ كده بالفتوحات العباسية في بلاد المشرق. العباسيين اعتمدوا في إقامة دولتهم على عناصر غير عربية، اعتمدوا على الفرس، واستطاع القائد أبو مسلم الخراساني أن يثبت أقدام الدولة العباسية في المشرق. قامت في بلاد المشرق الإسلامي عدة دول مستقلة تتابعت على إقليمي خراسان وبلاد ما وراء النهر، ومن هذه الدول الدولة الطاهرية والدولة الصفارية والدولة السامانية، دي كلها دول تتابعت على حكم خراسان وعلى حكم بلاد ما وراء النهر. هنبدأ بالفتوحات العباسية في بلاد الهند والسند، السند دي اللي هي باكستان حاليا. حملت لواء الفتح الإسلامي في بلاد السند والهند في أواخر القرن الرابع الهجري دولتان مهمتان في تاريخ الإسلام، وهي الدولة الغزنوية والدولة الغورية، هما اللي كان لهم الفضل في فتح بلاد الهند وبلاد السند في يعني خلال الخلافة العباسية. كان على الدولة العباسية أن تحافظ على مكاسبها في نطاق الجبهة الشمالية، حيث كان هناك علاقات الجوار بينها وبين أقوى دولة كانت منافسة للدولة الإسلامية أو العباسية، وهي الدولة البيزنطية. فكان هناك عداء مستمر منذ أيام الحكم الأموي،
بل ومنذ أيام النبي، واستمر هذا العداء في عصر الدولة العباسية، وكانت الدولة العباسية تلامس الدولة البيزنطية في الحدود أو في الثغور. وقد استطاع خلفاء العصر العباسي الحفاظ على الوجود الإسلامي في تلك المناطق. كيف حافظ المسلمين أو إيه الإجراءات التي اتخذها الخلفاء العباسيين للسيطرة على مناطق الثغور والعواصم اللي بنقول عليها مناطق التقاء أو مناطق تجاور فيها الدولة العباسية الدولة البيزنطية وأقاليم آسيا الصغرى؟ أول حاجة هي تقوية إقليم الثغور والعواصم، يعني تقوية المناطق الحدودية، الحرص على استمرار نظام الصوائف والشواتي اللي بدأ من إمتى؟ اللي بدأ من أيام سيدنا معاوية بن أبي سفيان في الدولة الأموية، الحملات الصيفية والشتوية اللي كانت بتتعمل عشان يحافظوا بيها على حدودهم في ظل يعني عدائهم للدولة البيزنطية. خروج العباسيين أو الخلفاء العباسيين لحرب الروم بأنفسهم، ما من حرب إلا ما كان يخرج الخليفة بنفسه على رأس الجيش، ما شفنا يعني عدد من الخلفاء العباسيين هارون الرشيد والمعتصم. تبادل الأسرى بين المسلمين والبيزنطيين، تبادل الأسرى ما بين المسلمين والبيزنطيين، دي إجراءات اتخذها الخلفاء العباسيين للحفاظ على تلك المناطق. كذلك اتسعت الدولة الإسلامية في العصر العباسي في الشمال في جزر البحر المتوسط وجنوب أوروبا. فمثلما ورث العباسيون عن الأمويين هذا الميراث المترامي الأطراف في البر الشرقي والغربي، كان لهم ميراثهم البحري في ناحية الشمال أو البحر المتوسط، وكان لابد من المحافظة عليه. فكانوا منذ خلافة هارون الرشيد يسعون إلى استعادة السيطرة البحرية الإسلامية في البحر المتوسط، وده اللي تم يعني من خلال يعني بعض القادة منهم مثلا أسد بن الفرات وغيرهم. هنشوف التوسع ده في الخريطة اللي قدامنا، هنشوف ننظر كده هنجد ان ادي الدولة البيزنطية اهي تمام على حدود البحر المتوسط، هنلاقي ان الجزر دي ادي جزر كريت وجزيرة قبرص وجزيرة صقلية، كل الجزر دي وصل اليها المسلمين وخضعت لهم في خلال العصر العباسي، وده بيؤكد طبعا يعني سيطرة الدولة العباسية. هنخص بالذكر ضم جزيرة قبرص. أرسل الخليفة هارون الرشيد قائده على رأس أسطول إلى قبرص ففتح بعضها وأبرم مع أهلها صلحا، ولكن سرعان ما نقضوا الصلح لما بينهم أنهم يكونوا تحت يعني سيطرة الجزء اللي تم فتحه تحت سيطرة الدولة العباسية مع الحفاظ على الأمن والسلام وغيره. فأرسل إليهم الرشيد مرة ثانية من أخضعهم وأسر منهم عددا كبيرا وأسكنهم مع المسلمين عدة أشهر. وكانت هنا إيه الهدف؟ يعني هو الأسرى دول أسكنهم مع المسلمين عدة أشهر، وكان هدف هنا كان هدف هارون الرشيد من ده إن هم يتعلموا أو يتعرفوا على أخلاق المسلمين ومبادئهم. يعني إحنا مش غزاة، لما هيسكنوا مع المسلمين وهيعرفوا كيف يتعامل المسلمين مع أهل الذمة أو مع غير المسلمين ومع المسلمين، فيدركون أنهم ليسوا غزاة بل أن من الأفضل لهم أن يكونوا تحت راية الإسلام. فأعادهم هارون الرشيد إلى بلادهم بعد ذلك، وطبعا هيطلعوا إلى بلادهم كانوا متصورين أن هارون الرشيد هياخد الأسرى دول وينكل بيهم، ولكن يعني رأوا من المسلمين التسامح والمودة والتعامل مع الأسرى، فلما عادوا إلى بلادهم يعني كانت لهم أو نقلوا ما رأوه من مبادئ ومن سماحة الإسلام عندما أعادهم إلى بلادهم، وأخذ عليهم عهدا بالنصيحة للمسلمين وإنذارهم حين هجوم الروم وألا يقفوا إلى صف الروم، وبالفعل اكتسبهم بذلك هارون الرشيد. عندنا من الدول المستقلة عن الدولة العباسية دولة الأغالبة ويعني دورها في ضم جزيرة صقلية اللي هي طبعا حاليا تتبع إيطاليا. بتنسب دولة الأغالبة إلى مؤسسها إبراهيم ابن الأغلب الذي أقام دولته في الشمال الإفريقي وبالتحديد شمال غرب أفريقيا، وقد أحرزت هذه الدولة إنجازا حربيا مهما بفتح جزيرة صقلية
على يد القائد أسد بن الفرات في عام 213 من الهجرة. وهكذا استطاع الخلفاء العباسيون الحفاظ على قوة الدولة الإسلامية وهيبتها في أعين المعتدين عليها من الدولة البيزنطية طيلة العصر العباسي الأول. لكن للأسف تغيرت هذه السياسة نسبيا في العصر العباسي الثاني، وبدأنا نشوف الدول المستقلة عن الدولة العباسية. فشفنا دول مستقلة في الشام، شفنا دول مستقلة في مصر، منهم الطولونيين والإخشيديين وغير ذلك. المشكلة إن كانت الدولة العباسية يعني وصلت لمرحلة من الضعف. كان في الحمديون، كل دول طبعا كان لهم دور، الدول المستقلة كان لهم دور في مواجهة الدولة البيزنطية في منطقة الثغور والعواصم ومنطقة آسيا الصغرى اللي هي نقدر نقول تركيا دلوقتي، واستطاعوا فرض وجودهم أمام البيزنطيين في هذه المنطقة بالمواجهة العسكرية طارة وبالمعاهدات والصلح طارة أخرى. ويعني إن شاء الله هناخد ده في الفصل الدراسي الثاني. يعني نشكركم على يعني حسن الاستماع. انتهينا كده من دراسة منهج الفصل الدراسي الأول، ونلتقي إن شاء الله على خير في منهج الفصل الدراسي الثاني اللي هنخصص جزء كبير جدا منه عن مصر في العصر الإسلامي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.